تلاوت واسطے ساڈے جامعہ دا سٹوڈنٹ اور طالب علم اختصار دے نال میں انشاءاللہ رزلٹ بھی ششمائی امتحان دا بچیاں دا پیش کراں گا. جس بچے نوں میں تلاوت واسطے ہن دعوت دیاں گا وہ بچہ اپنی کلاس وچوں وی الحمدللہ پہلے نمبر تے وے حافظ محمد نعمان وہ آئے اور تلاوت قرآن مجید پیش کرے. حافظ محمد نعمان قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا